بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. عايز اكلمكم النهارده عن منى زكي. انتوا الناس صحيت اتفاجئت ان منى زكي دي كانت انسانه يعني حاجه وبقت حاجه تانية. انا مش عايز اغلط طبعا، مش هقول اي غلط، تمام. ايه يا جماعه دي منى زكي في ايه؟ نسيتوا فيلم شهرزاد؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ليه مش قادرين تفهموا ان الناس بتعمل افلام ولازم يكون فيها حته كده عشان خاطر ان تعمل بروجندا ليها؟ يعني هم قاصدين يتكلموا في القصه دي عشان الفيلم ينتشر. الناس بقى بتقول لك احمد حلمي والنخوه والكرامه والشعر. يا جماعه انتوا في ايه يا جماعه؟ حطوا الكلام ده قدام مليون و2 مليون و5 مليون و6 مليون، شوفوا الكلام ده هيسوى ولا مش هيسوى. في ناس شايفه ان الحاجات دي ما بتسواش عندهم. ايه يعني ملايين؟ ايه يعني تقول كلمه ولا تطلع مش عارف عامله ايه ولا ايه ولا ايه، وفي سبيلنا تاخد مليون 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون؟ الناس دي عندها طموح. كان معاكم هاني، شكرا ليكم.